Harakat! انا متسم الى صفوف معسكر فرسان العزيز التابع للجيش العزيز التابع للجيش السوري الحر. اليوم تم تخريجنا بعد تدريب اكثر من شهر ونصف على كافه القتال العسكري والتكتيكي والاسلحه الخفيفه والمتوسطه، ونحن الان قادرون وجاهزون ان شاء الله لصد اي عدوان لميليشيات الاسد على جبهتنا. اليوم نقوم بتخريج الدورة 16 قوات خاصة من معسكر فرسان العزي التابع للجيش العزي، بعد أن تم مدة تدريب شهر ونصف وتلقوا فيها التدريب على السلاح الخفيف والسلاح الثقيل وبعض التدريبات التنقل في أرض المعركة والسيطرة والقتال القريب، وجاهزين الخريجين إن شاء الله لصد أي محاولة تقدم ميليشيات الأسد.